بفرح وسرور وبهجة، وإن شاء الله دائما تدوم هذه الأفراح على منطقة الحزم وعلى شباب الحزم كيبان وشباب كل عايشين في منطقة الحزم دائما. والله إن شاء الله تبارك الله، يعني أفراح مستمرة بالفريق وكل يوم، يعني نفتخر يعني الفريق شباب الحزم والشباب والصغيرين جميع العقال، يعني فرحانين بالعيد هذه، وزي ما تشوفون انتم الان كيف الالعاب الشعبيه، انا نفتخر ان شاء الله بالفريق هذا ونشتغل على الاستمرار ان شاء الله، نقدم ان شاء الله نعيش هذه الايام في ايام افراح، ايام عيد، ايام افراح شبابيه بالذات. شباب الحزم لله الحمد ساهموا في كثير من الاشياء، ساهموا في كثير من الاشياء، سواء الرياضيه، سواء الثقافيه، سواء الاجتماعيه، سواء الفرايحية، وما نشاهده اليوم من هذه الأفراح إلا شيء ناتج عن ما يقدمه هؤلاء الشباب. أمنيتي لهم كل خير إن شاء الله، أن يتقدموا، أن يكونوا اللي هو سندا لبعضهم البعض في كثير من الأشياء. أني أبناء المنطقة جميعا عيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، الله يعيد علينا وعليكم بخير وعافية إن شاء الله. الأجواء ما يحتاج، ما شاء الله كل أيام العيد أفراح إن شاء الله، ربي يكرم الجميع بالعافية. أولا نحب نعايد الجميع عيد مبارك، كل عام والجميع بخير. صراحة أجواء ممتازة جدا، ومشاركة من الشباب ومن العقال ومن جميع أصحاب الحزم مشاركة جيدة. نتمنى أن يستمر هذه المشاركات في جميع الاحتفالات داخل المنطقة. من يعني المستور الفارق بين السنة الماضية والسنة الحالية كونكم كنتم رئيسا للفريق في الفترة السابقة؟ طبعا بمكاتبة الجهود الهيئة الإدارية، بالنسبة خاصة نتكلم احنا في الأعياد ومناسبة والاحتفالات الأعياد هذه السنة، هي طبعا بمشاركة الهيئة الإدارية في أعظم الهيئة الإدارية القديمة وأهل الهيئة الأعضاء الإدارية الجديدة، وبالتالي شكلوا مع بعض شكلوا نخبة هيئة وصلوا إلى هذا المستوى الجيد وهذا التنظيم الممتاز جدا، في سواء كان في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ونتمنى أن يستمر هذا إلى نهاية الاحتفالات إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، الشباب ما قصروا اللمة هذه، إن شاء الله كل سنة في زيادة إن شاء الله بخير إن شاء الله. أمين. فارق العيد من هنا وصنعة، يعني من اللي يعني تعيشون هنا ومن اللي تعيشون في صنعة في العيد، يعني هناك فرق كبير طبعا، لأن الأجواء يعني فيها تحس التراث الحضرمي، ما شاء الله يعني الحياة الاجتماعية أكثر يعني.